الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمني ولله الفضل والمنة. الحمد لله رب العالمين. كانت تجربتي تجربة طبعا هي مش سهلة، تجربة صعبة، لكن هو يعني كان حلم دفين موجود في الداخل، كان بيراودني كل سنة تقريبا، يعني كل سنة في نتائج توجيه لما بتطلع توجيه كان بيراودني شيء داخلي بيقول بي، يعني بيحسسني انه انا ليش ما درستش توجيه، نفسي ادرس توجيه، لكن ما كان ابدا اجى في بالي عمره انه انا ادرس توجيه. اجت الفكرة انه انا لما ابني دخل توجيهي وكان يعني مش متحفز كتير لتوجيهي وشوية يعني مش مجتهد كتير، فاجت الفكرة ان انا ادخل توجيهي مع اسانده اشجعه واخد بايده انه يستطيع ان شاء الله انه يمر بهذه المرحلة وينجح. وكانت الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، النتيجة مبهرة الحمد لله رب العالمين، استطعت أن أنجح أنا وينجح هو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. هو كان العون من الله عز وجل، كنت أطلب العون والمدد من الله عز وجل، فكان الله سبحان الله مسهل الأمور وميسرة إن أنا كنت قادرة أوفق بين أني أم في البيت ومعلمة لأولادي. أنت عارف يعني السنة كانت إلكتروني وكان أولادي بدرسوا في البيت غالبا، فكنت أنا مدرسة لهم وفي نفس الوقت أم وفي نفس الوقت طالبة، وهذا كان توفيق من الله عز وجل، مش شطارة مني لا والله. بعدين كان في ناس طبعا، النجاح هذا لازم يكون له ناس وراه، هي اللي سندتني وهي اللي وقفت جنبي. زوجي كان الفضل الأكبر، الفضل الأكبر كان السند والظهر إلي، لأنه بفضله ما والله ما قدرت أوصل لهذا النجاح الحمد لله رب العالمين. وكان إلي صديقات وأخوات وإخوة هم سندوني ودعموني.